طبعا هذا الصالة بعد الانتهاء من العمل، هذا المهندس الفنان الرائع عمار المسيكي الذي قام بهذا العمل الجميل المبدع. ما شاء الله عاشت أياديك أيها الفنان عمار. طبعا هذه الصالة، والآن سنذهب لكي نأخذ فيديو قصير للمجلس، أتمنى أن ينال إعجابكم. هذا هو المجلس بعد العمل والتركيب، أرضية أيوبسي ثلاثية الأبعاد من أعمال الذكي بديل الطلاء، أتمنى أن ينال إعجابكم. شاهد الجمال والروعة للمنتج، ضد الخدش ضد الكسر، بديل السيراميك والبلاط. هذا العمل تم من قبل مكتب الذكي بديل الطلاء، أتمنى أن ينال إعجابكم. دمتم في ألف خير وصحة وعافية، ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من هذا العمل الرائع. دمتم في رعاية الله.